على الرغم من أن النيابة العامة قررت حبس الممرضات اللي صوروا فيديو نيرة أشرف بعد رحيلها، لكن الجدل حول الموضوع ده ما انتهاش، بل بالعكس كمان الفيديو مستمر في الانتشار على السوشيال ميديا. ده اللي خلى أخت نيرة أشرف تنهار وتدخل في حالة غضب كبيرة بسبب انتشار فيديو أختها، وتخرج تكشف عن أسرار جديدة في القضية، وإنها كمان مش قادرة تعيش بدون أختها. تفتكروا إيه اللي حصل؟ كل التفاصيل دي هنوضحها لحضراتكم بالفيديو ده، فخليكم معنا. مع انتشار فيديو نيرة أشرف بعد ساعات من وفاتها، وبيظهر كمان اللي عملوا فيها محمد عادل على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، ما قدرتش هدير أشرف أخت نيرة إنها تسكت أكتر من كده، وانهارت وقررت تطلع كل الغضب اللي جواها. هدير أخت نيرة أشرف نشرت بوست على فيسبوك قالت فيه: نيرة، لون التيشيرت بتاعها اتغير من أصفر لأحمر، عرفتوا الأحمر ده كان إيه؟ يا قلبي على اللي حصل لك، غير لون هدومك ولون الأرض ولون قلوبكم الجحدة اللي ما حستش بالألم اللي جوانا بالفيديو ده. أخت نيرة أشرف كشفت كمان عن إنها انهارت ووصلت لحالة نفسية سيئة جدا، وقالت بالنص: أنا من بعد نيرة مش قادرة أتعامل مع حد، وبقيت وحيدة قوي، بحاول أقاوم نفسي علشان ولادي، بس والله يا رب ما قادرة، عايزة أخرج من اللي جوايا، بس ده صعب قوي فوق تحمل طاقة أي حد. هدير كشفت كمان عن إن نيرة كانت ناوية تتوب وتبقى مختلفة الفترة اللي جاية، وقالت بالنص: نيرة عملت إيه؟ كلنا بنتوب لله وبنقع في وقت معين، ربنا بيقبل التوبة، نيرة ما تستاهلش كل اللي حصل لها ده. أخت نيرة دخلت في حالة من الغضب على اللي بيحصل وحملات التعاطف مع محمد عادل حتى بعد رحيل أختها الصغيرة، وقالت بالنص: اللي هيتكلم على أختي مش هسكت له، مش هسمح بمهاجمة أختي وهي بين إيدين الرحمن، كلنا المفروض نكون في جبهة واحدة ضد الظلم والإساءة ونصرة الحق كمان. كلام أخت نيرة جاء في الوقت اللي ظهرت فيه حملات كتيرة جدا للتعاطف مع محمد عادل، كان آخرها كلام الفنانة حورية فرغلي اللي قالت إنها شايفة إن محمد عادل ولد صغير ما عندوش خبرة وكان بيحبها جدا لدرجة إنه كان بيغير عليها، وإن في ناس تعمل أي حاجة لما تشوف اللي بتحبه مع حد تاني، فهو كان بيساعدها في الكلية، ولما اشتغلت موديل راحت سابته وبقت مش عايزاه، وده اللي خلاه يعمل كده. حورية فرغلي بكلامها وتعاطفها مع محمد عادل خلت ناس كتير ترجع تتعاطف معاه، علشان كده أخت نيرة أشرف دخلت في حالة من الغضب والانهيار بسبب حملات التعاطف معاه رغم اللي عمله في نيرة. أخت نيرة ختمت كلامها عن أختها بأنها بتطالب أو بتطلب من الناس كمان الدعاء لها بالرحمة والمغفرة بدل من الكلام عليها كل شوية. ربنا يرحمك يا نيرة.